عندي بتنجان رومي مقلي ولحم مفرومه وبقسماط وبصل وتوم زعتر فلفل حار زيت زيتون صلصه طماطم مرق ملح وفلفل واديها شويه كزبره خضراء التحابيش بتاعت شويه توابل شربانيه مش عارف ايه الكاسس ايه اللي انا بنتكلم فيها ده دي. فالنهارده هنعمل طبق شكله يكون جميل ان شاء الله وحلو يا رب يا رب يعجب حضراتكم لان يهمني رايكم في الاكل اللي احنا بنعمله. اجيب شويه ملح كده اهو هنفرم بصل وتوم اخد حقي والباقي هستغله مع الكفته. اجيب شويه دقيق اهم كده يبقى كويس بس ما كترش في الدقيق عشان ما تعجنش الدنيا مني اهو كده كده اهو